أرض العوام رابع إطر الورود وتوهجت فرحا بقدومكم. يأتي تنظيم هذا الملتقى الزجلي الوطني الثاني بالعمرة في إطار الأنشطة الثقافية التي خططتها جمعيتنا جمعية العمرة للثقافة والفنون والتواصل إحياء للتراث اللامادي لمنطقة العمرة وإبراز مبدعيها وتكريمهم. فإذا كانت العمرة إذا كانت الدورة الأولى احتفت بالسجل على العمران السريتي ابن العوامرة، فهذه الدورة الثانية تكرم السجال أحمد حمانو. إنه سجال بالفطرة والسليقة تشم في زجله رائحة الأرض، المنتقد للجحود الاجتماعي. إنه سجال حاتمي ومبدع في حياته وفي إنتاجاته الإبداعية. باسم أعضاء جمعيتنا نشكر كل من ساعدنا وساهم معنا في إنجاح هذا الملتقى.